أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن، ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان. يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني، إني أسوق موضحا لك خطة تبدو كمثل قلائد العقيان. تقرأ بها القرآن سهلا لينا تنجو به من آفة النسيان. أخلص لربك وادعو ليثبتك ويزيل عنك وساوس الشيطان. ودع الذنوب صغيرها وكبيرها، فالذنب يطفئ جدوة الأذهان. وعليك بالشيخ المؤيد بالسند الحافظ الثقة الكريم الداني، الزاهد الورع المضيئة حاله بمكارم الأخلاق والإيمان. لا تنقطع عن درس شيخك مرة، واحذر من الإهمال والروضان. اذهب إليه ولو بحفظك آية، فالوصل يروي ضلة الظمآن. عقب الصلاة احفظ ثلاثة أسطر، مع كل فرض لا تكن بالواني. مجموعها هي عشرة مع خمسة في كل يوم باسم الريان. مجموعها في ستة يا صاحبي 90 سطرا وضحت ببياني. في سابع الأيام راجع ما مضى لتضبط المحفوظ في رسخاني. أي شئت فاحفظ خمس آيات فقط في كل يوم طيب الأركان. مجموعها 50 مع 100، إذن في كل شهر يا أولي الحسبان. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يزكى أو يذكى.
الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو العليم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الآباء والأمهات، ضيوف الأكارم، حفلنا المبارك نحييكم بتحية من القلب، نطيف شداها مسكا وريحان، وتحمل في تطيتها حبا، ووفها تحيت أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الخضور، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبيأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنسا وسرورا. فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. اللهم آمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Beleno ni wanafunzi kutoka Markaz Al-Musa, tunaletea kasida ya Hafidhi Al-Qur'ani hakum farhatan. Karibuni. Ya Hafidhi Al-Qur'ani hakum farhatan, faqad balagtum khatmata Al-Qur'ani, ma arra'a al-lahadati hina tasarramat أوقاتكم في لذة الإيمان. يا حافظ القرآن هاكم فرحة، فقد بلغتم ختمة القرآن، ما أرضع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. وقضيتم الساعة في آياته، ترتيلكم نبض بكل مكان. إمام تفاخر أمتي بسموها وعلوها على لوثة الأدران. لا نوم يغريكم ولا له ولا لعب مع الأنداد والأقران، بل كان يجذبكم كتاب محكم ترجون ختما قبل فوت أواني. يا حافظ القرآن هاكم فرحة، فقد بلغتم ختمة القرآن، ما أرضع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. الله أكبر، جاء حفل ختامكم، طبى لكم أجرا من المنان. الله أكبر، والوجوه منيرة، والنفس في أمن وفي اطمئنان. يا حافظيه به سيحفظ خطوكم من خلسة الأعداء والشيطان. هذا كتاب الله أنزل حافظا للحافظين على مدى الأزمان. يا حافظ القرآن هاكم فرحة، فقد بلغتم ختمة القرآن، ما أرضع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. هذا الكتاب كما حفظتم معه، تجاهدوه من أذى النسيان. بعد الممات ووسط قبر مظلم يأتي أنيسا خاشع الأحزان، ولسوف يأتي في القيامة شافعا يختصكم من سائر الإخوان. يهديكم تاجا وقار كرامة لم تشتروه بوافر الأثمان. يا حافظ القرآن هاكم فرحة، فقد بلغتم ختمة القرآن، ما أرضع اللحظات حين تسرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. وعطاء ربي واسع متشاعب يمتد للأبوين في إحسان، وإلى الجنان بسلم تدعون يا أهل الكتاب.
لجنانه فلتقره وتراتلوا ولترتقوا ولتناموا في جنة الرحمن. قد خصكم ربي بحفظ كتابه طبع لكم يا خاتم القرآن. فتحمدوه لفضله ولتطلبوه من اللقاء بجنة الرضا. فتحمدوه لفضله ولتطلبه من اللقاء بجنة الرضوان. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل بسم الله بس ريحانك
عليهم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الآباء والأمهات، ضيوفنا الأكارم، حفلنا المبارك، نحييكم بتحية من القلب، نطيف شدها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفا. تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور، طبتم فطاب سعيكم وممشاكم، وتبيأتم من الجنة منزل، فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنسا وسرورا. فبارك الله في مسعاكم ومحياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. اللهم آمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. بلين ونفوزي كتوك مركز الموسى، تماليتي قصيدة وصايا حكيم، كاريبوني. ودع السباء فلقد عداك زمانه، فدع السبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك مر منه الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهر. دع عنك ما قد كان في زمن السبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واذكر مناقشة الحساب، فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبته وأنت لا هنت له. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار، حقيقتها متاع يذهب. والليل فعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وجميع ما خلفته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها، ومشيدها عما قليل يخرب. فاسمع هديت نصيحة أولاكها، بر نصوح للأنام مجرب. صحب الزمان وأهله مستبصرا، ورأى الأمور بما تؤوب وتعقب. فعليك تقوى الله فالزمها تفز، إن التقي هو البهي الأهيب. إن المطيع له لديه مقرب. وقنع ففي بعض القناعة راحة، واليأس مما فات فهو المطلب. فإذا طمعت كسيت ثوب مذلة، فلقد كسيت ثوب مذلة أشوب. وابدع عدوك بالتحية ولتكن منه زمانك خائفا تترقب. واحذر إن لاقيته متملقا، فالليث يبدو نابوا
باق في الصدور مغيب وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب لا خير في ود امرئ متملق حل اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو الأقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب وصل الكرام وإن رموك بجفوة فاصف عنهم بالتجاوز أصوب واختر قرينك واصطنع تفاخرا إن القرين يجد مغارا ينسب واحفظ جناحك للأقارب كلهم بتذلل واسمح لهم إذ أذنبوا ولا تظلم يطب لك مكسب وإذا أصابك مكسب فاصبر لها من ذا رأيت مسلم لا ينكب وإذا رميت من الزمان بريبة أو نالك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك أنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب كن ما استطعت عن الأنام بمازل وإن الكثير إلى المرى لا يسحب واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعديك ما يعدي الصحيح الأدرب واحذر من المظلوم سهما صائبا ممديا دواؤه لا يحجب وإذا رأيت الرزق بالذب بلدة وخشيت فيها أن يضيق المذهب وارحوا فأرض الله واسعة الفضاء طولا وعرضها شرقها والمغرب فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي فالنصح أغلى ما يباع ويوهب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الآباء والأمهات ضيوفنا الأكارم حفلنا المبارك نحييكم بتحية من القلب نطيب شدها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفا تحية أهل الجنة يوم يلقونه السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور طبتم فطاب سعيكم وممشاكم وتبيأتم من الجنة منزلا فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنسا وسرورا فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم اللهم آمين أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا mbeleenu ni wanafunzi kutoka Markaz Al-Musa tumaletea qasida ya Sheikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah ta'ala
في قصيدة السير إلى الله والدار الآخرة. كربوني سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الردى والخوف للديان، وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد اكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل الفوقان، رأوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الذين تجنبوا سبل الردى ومفاولوا ولي أمبوا ومجيبوشا ننجيا وتيمموا لمنازل الرضوان نواك كسودية نيوم ومفاولوا ولي أمبوا ومجيبوشا ننجيا مبايا na wakakusudia nyumba yenye kuridhia aljanna, na hawa ndio wenye ambao wametakasa katika mienendo yao wenye kuabudia kwa njia ya imani, na hawa ndio wale ambao wamejenga vituo vya safari yao baina ya kutarajia na kumogopa Allah, na hawa ndio wale ambao Allah amewajaza nyoyo zao kwa mapenzi yake Allah na mahabba yake, na hawa ndio wale ambao wanazidisha kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siri na wazi na katika nyakati nyingi, wanajikaribisha kwa Allah kwa matendo yao juu ya kumtii yeye na kuacha kumaasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kutekeleza mambo ya faradhi na mambo ya sunna ndio tabia zao, pamoja na kuona kuzembea na mapungufu.
wamezisubirisha nafasi zao kutokana na chenye kuchukisha yote panapopatikana na uzito, wakafikisha sehemu ya kuridhiwa, basi hawa kwa hiyo nafasi watakuwa kwa pepo na amani. Wameshukuru yule ambaye bora ya umbaji fadhila zake kwa moyo na kwa kauli na kwa fanuni ama kwa matendo ya wazi. Wale wameambatana na kutegemea katika kwa mambo yao yote, pamoja na kutoa juhudi katika radhi za mwingi wa huruma. Wanamwabudu Allah pamoja na uwepo wake, wakatakasa katika nafasi ya ihsani. Wale wanawasihi viumbe katika radhi za mapenzi yake kwa elimu na mwongozo kwa wema. Wanasuhubiana na viumbe kwa viwiliwili, lakini si vinginevyo, roho zao zipo makazi ya juu. Uitwaji wa viumbe vyote kwa kuogopa katika imani kupungua. Wamejipokesha moyo zao kutokamana na shughuli zote ambazo zinafanywa kwa asini kwa Allah. Hata harakati zao na himma zao na azma zao kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya kiumbe ama shaitani. Neema iliyoje kwa yule ambaye ni mwenye kutafuta njia ambazo zinamzamisha kwa khairi na ihsani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbele yenu ni wanafunzi kutoka Markaz Al Musa, karibuni nyote. I'lamu hadani Allah wa iyyaka li ihsani al-akhlaq anna min a'zami al-adab ya Allah. Jua ewe mtu wa sunna, hakuongoze Allah subhanahu wa ta'ala katika tabia kumi ambao ni bora zaidi. Al-awwal, ya kwanza. Idha laqita musliman fasallim alayhi qaila, pindi wa mmoja wenu akipatana na mslamu mwenzake amsalimia akisema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, amani na rahma na baraka ya Mungu ziwe juu yako. Sallam alayka wa sallim, na kikusalimia sema wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, amani na rahma baraka ya Mungu ziwe juu yako. Athani, ya pili. Idha aradta al-khuruj ala ahadin fastaqdim, pindi anapotaka kuingia kwa yoyote yule, basi taka idhini ya kuingia. Waqifan an yamini al-bab aw yasari, hali ya kuwa amesimama upande wa kulia wa mlango au kushoto kwake. In adina laka dakhalt, basi ikiwa atakwambia ingia, ingia. Qila laka rudi farji, na kikwambia rudi, urudi. Athani, ya tatu. Sami llaha fi ibtidai qalbika wa shurbika qaila, mtaje Allah tabaraka taala mwanzo wa kula kwako au kunywa. Bismillah, ikiwa ni mwenye wa kusema bismillah. Wa kul bi yamini wa kul mimma yali, na ukule kwa mkono wako wa kulia na ukule mahara pako. Wa idha faragta fal'aq asabi'aka wa qul alhamdulillah, na ukishamaliza basi lamba vidole vyako na useme sifa zote ni za Allah. Arrabi, ya nne. Takallam tayyib alqawl fi khair, zungumza maneno yaliyo mazuri katika mambo ya khair. Wahfidh sawtaka mutamahhilan fi hadithi, naifanye ya chini sauti yako ikiwa ni mwenye kuzungumza taratibu. Usit liman kallamaka muqbilan alayhi wa la tubatihu wa la tataqaddam bayna yadayhi al-akbar bil kalam, kwa ajili atakayekusemesha ni mwenye wa kumwelekea na wala usitangulie kwa maneno makubwa. Al-khamis, ya tano. Ataita murjaaka fatawadda, unapotaka kuingia kwa kitanda chako basi tawadha na lalia ubavu wako wa kulia. Wanam ala shiqika al-ayman, na utakapotaka kuingia kwa kitanda chako basi tawadha na lalia ubavu wako wa kulia. Atlu ayati al-kursi,
لو سمع آية الكرسي مرة موجة. أجمع كفيك وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين. نكسانا في غانجا في أكو في ويلي نكسومي عنداني يا كيكينغا بيلي سورة الإخلاص والمعوذتين. أمرفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك Napuliza ndani yake na kupangusa kwa viganja hivyo vile itakavyoweza katika kiwiliwili chako utafanya hivyo mara tatu. Ya saba. Ya kustafa wata wajahaka biyatika au bitawbika. Kurejesha sauti ya kupiga nyayo na kuziba kwa mkono wako ama kwa nguo yako. Uhmidillaha falimushamataka ahadu mfakani. Kari ya uwezo wako na wala usiseme. Irohamuka Allah. Wala takul aha. Na unapotaka kupiga chafya basi funika uso kwa mkono wako ama kwa nguo yako. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururina anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلينو ونفنزي كتوكا مدرسة الموسى ننوالتها قرآن تفسير شكوانزا كبسا اليوبورة زايد نكم شكورو الله عز وجل فكتو جاليسكو يليو وآفيا نأوهاي. Ningependa tunionge hutuba kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhan na kile ambacho Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an suratul Baqara. Anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ewe nyinyi mlioamini umeamrishwa saumu kama walioamrishwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu. Saumu ni wajibu kwetu ili tufunge. Ni mwezi mtukufu wa Ramadhani ambaye ni mwezi iliyo bora zaidi katika mwezi katika mwaka wa Kiislamu. Ayyaman ma'dudat. Mfunge siku maalum za kuhesabika. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. ناتايكو مونغوني موين واتايكو مغونجوا او يومو سفريني بس هاتيميزي حسابو كاتيكا سيكو نينغين. يعني معناكي نيكو هو موزي متكوفو رمضان اسكوكوتي هيفيو نايبيتي هيفو يندي هابانا انافاو فايديكي na ufanye dhikri kwa wingi katika mwezi huu ili ukaribie Mwenyezi Mungu Allah Azza wa Jalla. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Na wale wasioweza watoe fadia kumlisha maskini. Wale wasioweza watoe fadia kumlisha maskini. Faman tatawaa khairan fahuwa khairun lah. Na atakayejitolea kutenda wema basi ni bora kwake. Sio bora kwa Mwenyezi Mungu ama yoyote. Ni bora tu kwa yule binafsi mwenye amejitolea. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Na pia ni bora mkifunga ni bora kwenu kama mnaojua. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia ameongea kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhan katika hadithi. Anasema huu ndo mwezi ulio bora zaidi ambaye mlango za janna zinafunguliwa na mlango ya jahannam inafungwa. Shaitani anafungwa, hakuna yule ambaye atakayekusumbua. Yani kila kitu ni rahisi ili tuwewe tu utende wema, kufanya dhikri kwa kusoma Qur'an, kutoa zakaa,
na kutoa sadaka kusaidia mwenzako muislamu ambaye hana mahali ama ajiwezi. Ni mbele yenu wanafunzi kutoka Markaz al-Musa tumewaletea tauhid ambaye ni ta'limu al-aqida lis-sighari fil buyut. Karibuni. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه رسالة قصيرة لصغار وذلك بعد أن قرأت قوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فتأملت أن من أوكد الواجبات على الآباء والأمهات وعد أبنائهم بتعليم العقيدة في بيوتهم فجمعت هذه المسائل العقدية من أبنائي لكي ألقنهم هذه المسائل وعدا في كل يومين أو ثلاثة أيام مسألة واحدة فسميتها تعليم العقيدة للصغار والله أسأل وأن يجعل عملي خالصة إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا بني اعلم أنك مخلوق وخالقك هو الله وحده يا بني اعلم أن الله خلقك لتعرفه وتوحده بالعبادة يا بني اعلم أن دينك الحق والإسلام وغيره كفر لا يقبل الله تعالى يا بني اعلم أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله يا بني اعلم أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة يا بني السلام عليكم يا بني اعلم أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى يا بني اعلم أن عبادة المسلم لا تقبل عند الله إلا بشرطين وهما الإخلاص لله في القصد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sisi ni wanafunzi kutoka katika Markaz al-Musa tumewakaribisha na tauhid karibuni. Fa idha qila laka mar rabbuk qul rabbi yanu kun fa idha qila laka ma ma'na ar rabb fa qul ma'nahu al-ma'budu al-maliku al-mutasarrif bi ayyi shay'in ta'rifu rabbaka ما أكبر ما ترى من آياته أكبر ما أرى من مخلوقاته السماوات والأرض ما أعظم ما أرى من آيات الله أعظم ما أرى من آيات الله الليل والنهار والدليل Mbele yenu wanafunzi kutoka Markaz al-Musa tumewaletea dua ya man sayyiduna Muhammad huwa rasulullah ila nasi kaffa wa akhiru al-anbiya wa imamu rusul limadha قبيلة أبواه وهو من نسل سعيد
بقبيلة في مكة المكرمة لمن يتصل نسبه ويتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ما نسبه من جهة أبيه. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. Sasa inshallah tuko kwa program yetu ya hafla. Kwa sasa tumemaliza ile program ya wanafunzi. Hiyo ni kuanzia kusoma Qur'an, mawaida, hadith, sira, kaswida na tauhid. Kwa hayo machache sasa tunarudi kwa program yetu ambaye sasa inafuata presentation by Mudhir. Sasa tunasikiza mawaidha kutoka Mudhir ambaye ni kiongozi ya hii madrasa. Inshallah vile tulisema madhumuni yetu ya kufika hapa siku ya leo ni inshallah kukuja kushuhudia ama kukuja kujua mahali watoto wetu wamefika. Ni kwa muda tumeweka juhudi ya kuleta watoto kwa madrasa ili wapate elimu. Inshallah tumesikia na tumeshuhudia leo. Na tunasema Mungu inshallah tunasema Mungu atuzidishie ili tupate elimu na watoto wetu wawe miongoni wa wale wanaofaidika kutokana na elimu waliopata. Kwa sasa tunakaribisha mudhir ya madarasa yetu Malin Abdi ili akuje atueleze kwa kila institution ama kwa kila mahali kuna jambo inaendelea lazima kutakuwa na changamoto. Ili watoto wetu wafaidike lazima hata yeye pale yake ile mali anaona kuna inamufinya ama inamsumbua lazima atueleze, ndio sisi pia wazazi tujue jukumu yetu na tujue jukumu ya maalim na tujue ile jukumu kazi ya watoto. Inshallah kwa sasa tunakaribisha maalim yetu Maalim Abdi, inshallah tusikie kwake. أين تسليني يسليني قالت خبدني أكا يعني كنغوزي مسايد كينا كتشمين كيجر كاكمسوني أبلسكي شيخ بران كيجر كاكمسوني سكرتاري كينا تريشاري كين كيجر كاكمسوني يارسكين كأبا دوكسي ثانا غدانسي عاجوسين كيجر أكمسون وزازي كو جملة قالت خبدني كغيار ركنا وقتها نولي فلتني نولي سبرتني بكا سعدتنا نولي فيتني يسليني قالت خبدا بعد إن شاء الله تعالى
حفلة كنا كبركة خبو كواخر كنا إثريات أسان قد يأتني لي كأسان تكدفت لي قلت تخبدني أكم سوني إلمان كينا وانسيني أخريت كاسم برت نارجيت بعدو اسم نبئني سببتي وكتتي في إرقب أبسيني سانا سانا ورا غاري كيوكان وزادي تسيرة تنتيني واني أنا فانتان لغاية خالو ليني إجول لي وانبر سيفتو بيسي بورونا من رقور رتي نما فانا كسي إدقاو لغاير ما دور أمي وكنا إلمان كيسل أرمتا واني لجرا تحفيدا دوكسي جر إلمان أرو آخري تي تا أرمو وانو آخري تنر لا ويار لكنا نملم كحفلة نوبان ملي إلمان كان شفت إلمان دوكسي تي وانين ورا إلمان دوك سالة تشيني في الليني قال لهم كقد دبر إلماني نوغا تخفني يوكان وغدا خريتي إلمان تحفيدة جلا إلماني دوك سيلين حقيقة بدي وبرا شجرتي سابتي سني في أرضا تحفيد كان خفاد أمني دوك سيتوشي غر تحفيدة اللي يونو تدبيني إن شاء الله تعالى تحفيدك لنا كذا سجرة قلنا كنايو كيسة مسابقة سولو كاونتي تشاني سولو كاونتي بالزمان سي قلت قلوب تتا مسجد جامعة تشاني يجول ليني نمبا دانسار قتي مكس دانسار قتي أرتتي جزا قدان شانيتي في جزا قدان أرتي ياماني زوادي كناني في أكم سوني مسابقة نايروبي ياماني أما جمع إني قديم تياتو المان تحفيد كينات أكاسف تحفيدنا كان سجرة دوكسي سنونا رقيتني يو أكانا بليانتي تسلامة قديرات أوه بيسيني بورن ربو جرتمو وان فايدة بو جرت سان غافر بيسين فايدة باسو جرامي دي مو فايدة من جرت لرقي سبتني وسن بيسين غان نغسل باسو جرتم فايدة بو جرتمو بس وفرة بورة بوجر يوسين فايدة فايدة تنيني سبوتا قدو فيت سبوتا نسين فيتو أخاري نموان شفات أكاماتا قدو في والبيرج لبيتو كو كاماتا نما جهودي تنتان قل ديم الوجرو كاسين قل ديم ديريسون فيرو سابت وقت تاتي فيو لبيتو كو كجيرو وزازين تنتون تشرفتي خبزتونيني وجا خري ياماني ورينا ما قدوا كما كتونا قدوفو وروا وروا سليني وجا مكتونا مدرسة جداني شفتوا لين لوف تنوخان يعني شدتكو تامان ترى دين ربي تان يو كان ددال كان فودرة ديبر ورد وإن لم يستو كجرا كامان تان ددال لباسيني أركا خمني كان أولديم روجرا سلوان لو دبچو فدامو يعني وقتا نو غبابا ونول ديمو روجرا ديدال سنغر تنكان المان سنغر تنكانا دي روماتي تي چابي غباس وقتا تباسيتي ان كاستو المال المان دوكسي سينتات ا المان دوكسي تاتوتي امو المان دوكسي سنوا سان بشاري فتني المان تحفيدين غاري تسكولا يو يعني ايرجرت يو حفدي كامي علي انقم دو ني دور يعني دو بوجرا كلاميستو يعني أرمتان قال لغا سجرة قالون تنيني كامو ور قبدي إلمان قبدي لخمسة فيدي وانقر مليكو خراتي نوري بوجر وإلا ميسو كاو ديمور ووجرة وانسا ديستو كامال لي جهود تان ديمور ووجرة نمي غري زايد اني ري ركاية يعني خيمة توچه شرابت توچه وقتا وسيتي بيسي نتباسو جرو كيوكان نتباسو فيرو غارو ما اسكولا كان غردينا كانا جهوديني يعني المان قدر غني وقتك اللي في الليل نجرتو غرب بيسك اللي زي الجرا وان كل خبطو واني امان تانا جهودي تانا لف بوسو جراتي او وزازيني وان كل سيرف لالت غر سلافت مسومو اسنو يو غر متا فلات ان وجرا ناغرت افلات ان وجرا كلمان كانا كم دسا اغد دالا سلافت باسو جرا ارجو جرتني واني ميشو نوسان كرانو وانا في كان شفايو شيميني في وكاني يارسكين هاجو سنتي تزرع
غاني كانا اوجا نو باي يا ربي نو سابليسي جهودين لو قدفو نو فينو لوين تون تامات المان قرات المان سون اسكول ياتمو تحفيزهم تمو مودا غودو بالليسو جيت مودا غودو بالليسيت اكسي مودا بالليستوني الماني اوجا سيلو يقراتو اكوم اسكولا كاني لوين توني ناسري غاني ساتفرات اودو سين قران كي فاتحه لسنين بلوفني ام يا رب النظام سن بدلو فينا نامي كامو كالمان قبداني الماني تحفيدا كوتدا الماني تحفيدا قديبسا واني اخرات فر بدرو وسني باه كسن عفا كشلين كي تكتنا تباف الرب سبحانه وتعالى ثواب راسني كي ندي يا رب تانا اوجا سومي وب ان شاء الله تعالى وازازت انتار مجرتو نامي سلافتار من جيرلي وانا سندقب سيفنو تحفيد كي نر ان شاء الله تعالى الماني ددما رفناني الماسون كلوين قر كاكرا غبيا باشوت كتي فرتي برسيساني جيجا يوكان غن تو كيساتو فرتي براتي تحفيد الدبرت فقال تشي سيلين دياري كغلا سيلين دياري الماد الدما فداني ان شاء الله تعالى سنت ديريسيني واني دينا الفودا ككراما نمو الفودا كتاب ربي قديا كنا كتاب ربي كنا المان براتنا تلاماني ان كاستو ورغاري كرب خير كي اجازيو في المان ساتو كل سكول كيس جيري تحفيد ربي قد كان الله كي تبتل سنجرتو اغي كان كار قد امو اني نو تدرج سكول ما اسكولين كل لي وما دنيا تي سومنا يا لا بها نينو تحفيد كي سان كان ربنا سنغر سي سودي ان شاء الله تعالى اغن ما كي سبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد أنني دبيق الدون قبو زايد الحمد لله مهدين تايساتي دقودك مدال الله سنتري رتي غارها ورواك غير كي قبر اللي دي اللي قبار دا سنتين ديري سنو نوباتي ان دام سمد قدق ولي كننا نتين ديرا دو يجول اللي دقودك هاچا اللي سيفنوتي مهدين تربيتي ان زايد قمشو قبا كيعنها نعمة قنجيت دام برواقدي دام مساجد عريد دان ساكن ويا بالله قي صومة دان ساكن ديرم دان ساكن رب ولي نقاقية الحمد لله المساجد كان كدور عريري ساسا بيتا مرو كوان ذات وتدوكسي تندبر نيجو ربي قلت قل شو ملي ربي قلت قل شو نوتي ور مساجد كان واسع نمدي دان نوتوج كددالا نلوف كتاليدي نلوف كوريسا تدرت كي عنا وقت تيسا اتباس شوف ربي قدام ميزان آخرت ربي قدام هذا روفي وان هفي كي نور رال جرا اللي وان لوغت رال جرا ربي قدام هانو دان ديسي سوتي حق نوام اللي من آخفن نشوف والقلوب بافن ربا هانو دان ديسي سو وبعد صورت عبادة يسد كي رفايد اللي ربا هانو توجوتي بعد سوني أنني وفما مقاقي يرمكي سرنا ومالي و wannu guddoon an arkaa qabu ka mar mi jira ka ka maqaq yar ma dhawani fiin jirt duguma duksitana mahadin tarabbiti dan deetiteenna miti gan kudani ja gan kudani ja muddo anoo mirra ijinu ka kasi sun gadansin 208 ansin yo kasi gan kudani ja miti sheikh 208 baka man tan gan nagam 208 almost gan kudani ja يا كسي الحمد لله فونديشن كو ياسو نيال قبنا ربي نكو ياكن ارمان نو غاي المان غودون امان تانو شيفنا كان ورا دغي فنتوني ني تاغاري غافاس ان دالان ان ورا غافاس دوكسي سو نوان سيني توكلن ديرم كان ورا رمت دور يعنا دغي فجو جير كان كيس انجير نعماس الرب الرقتاتي ربي غلط قلتنا بعد اسن وبليسكين مع العبد كا مدس ولي انقسم كا وننو كني نيف كا كاس غدول لين هنجير تعلق وننو كني نيف كراشي سا هنجين يو كان اندبر اتغا صبر مودا غدوتن غن كوداني جا اسان غرتوك نوبران ديمين كدا خالن ران قب رب ما فدن وغا صبر ربي غداني سلي عنا اول فينا الدنيا فاخر رب الرافودتي الماني ساتيف عمري سال ربنا بركه سوتي
وان اني جولتين نوبرسي سلة دينتي بركة قب تيعنها المان اتمن تنسنت رباتو جودي ايه الحمد لله دوب اكسرت انقاف قراك دوكسي دي يلقبه دوكسي امي لنقبنا اجولتي يا قالش يا مد بلودم كي كيسي يلقب بل التاقو التاقو يغن الحمد لله حيركي كان قدفت ربي قلتك عسات انني المان كي كارم كيسات وباسي تام دوكسي تان كيسي نجري كورم قرآن كي وباسي براياي وانا قابدو ورمي كي جرمالي نم سدد يو اكسي اكن دقا يجرو المان قرآن كي دم بيقنو يلقى قام دوكسي تان وباسي تي برايات كامرم كيسي نجري نم سدد تامي واي اكا غالشينا تي موجرود خير كي قدو يو اكسي ما جال لفتان غير كي سني المان سدد تامي واي سن شفتي تجرتو اسلام ما فايدة بور لي سيلي نركن ورم برسيفت صبر سن خير كيسن تايدو ياكن اربما قد دالك غينني ربي نما لترو كالمين ان وانا يد ودان نديرات ورو واو جيني سادوغا كغار المانين تتا كغار يجول ودابو فيت ربي خير كيسن يكن قرا ورو واو دو تاي بيسي ايمانك كيس ربا زياد يتو يكن مير ولا كيس ربي سني بركيسنا خير كي نمي مروج فرا قيبتي فدات كعلوم مديدن حالات دي سقوب قبو والروات ربا يسن بركي سوتي المان كيس اللي ربي سني بركي سنة يا رولي تيسن اللي ربي بارغي سني توچنا مع ذلك يا رولي اللي ربي بارغي سني توچن سوم دساقا كانوا تيانو اللي ربي نوم قاين ور رفاي دي فتولي ربا نو توچوتي بعد سني اوانا نتكا قبا بدو ددال كان كاركا غام نوفين تفدين وانا نسي دوكسين هيا الدين انسبونسين تتاجر فلانين اركان قب تغن كوداني جها سبرتي اركم شعبكي كيزت راي يعنها ان اكن ترتي حيركي كان دقب دي دي قوسة يا مركي ربي تندر يو اكنا نعمة هكي جربو نمين ارق بعد دايسين نم دبرت فهما بعد داسون ارقان اقيقيا اجاريفو جولين ترارما قرآن كي اخريتي المان كن نبوشي تكرا بقوب قب ونكون نعمة فايدة يقالوا له وأننا نتكنن مدرسة قد دون دي بينار من جرتو دوكسي قرآن كي تولتك ولتك قبقب قرآن كي سنك تنسا دي مو جرتي يجول لتي سن الربي سي لارا جيتني هكي سين قرآن كي أخرج لارا جيتني علم مديتنا إلي سي آيه قنو هانا حريف نوفي هاي عنا اي بر بربان نوتي نون دبين يو وما كن نوفي دن دين نغايا كن نوفي aya anna ilman kenna ay bir barbanu baada suni wangu yajof nu duban kaduba ya anna lalla mishini sile maroto kallen olle sulle nar minjir qaluni en duksile me skula lan tu yolle gefate en duksile nu gefate i yolle de ko maska adin situm bil chatini gar la chu silam bawan ta tir rafen irreen teenna illee wal beeynee dhuga dubbanne gar iskuula jirtiif dadaalli keenye masqacaddiin ta'e cufti gar qur'aan kee kana gar duksii aadumaaf irribaa malee guddoo lallaafiif obolayyaan teen ta islaamaa ta'uwwaa ta'e ta dhiiraatiif ta'uwwaa diinti rabbiitan namiisi yacannaha guyyaa kan abbootiin nuhi nami dhibiin itti eegan hin jiru haati dadaalnuuti waan rabbi nu dandeessise bacdaa suni وانا نتكي ساقا قبا بردو سلا وان روك دو بچو فيدا وقتين دقا ساني دقا سن لدار دو بچو ندن دينو علوم مدين وروك تراولت دو دا قبر اسي قويا لين قدا جول لين بيتن يون وزاز دا ميدي تام نبرا قل اسي كيسو من ربي يعنى تزايد يالتان سوماتنا اسي حفلان دو لين كي قسين كجي اللير تاريقي ساقالي وانا سيو وان والكيد دو فيكا يولا الله خلون بيس سيتا مشارات يو نارغن زايد سي عنا هادو كانو غما تشي سود ليفين غرام بيل قبو ما انا متي مون دند ويرو غادو بن وانا نتكي سا غبو نام قالو بيس دي تلجر ربا سن بركه سوتي قد دالا قرا ور مو ودر نور غفود ان ور دي رد دالك انت عبانا
ددال سونار كا قبادا ربي سمبركيسنا كوان جاني دوكسين تينوتون غريسين زايد الرقبدون غر ورواتي دارين دوبنو ربا سمبار بركيسوتي سومي دياري وان سنتاتن علوم ديتن بي سي سي تنو تلجرت هاكن نوفي وان سين سومتونا ددالنو بي سي دبين كنو نوفي مشاراسي دقوسني هاك ددالنوفي نمي سين تلجرت قصبلت نوان والكين نوفي هم بينا ولفن هنجرا لف حالة دي سو چوما كسين جرت هم بينا أمو كسرت ها ددالنو تي حكي جول سكولة تمدي تام قلت كبيس اللي فنجر سكو تيني قالوا لي آكس اللالنو تي ربا يسان بركيسو تي تنديانو بسم الله قالوا لي واغيني وزازي وطوطو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا اللي أفانو موريكم دوبار دوبادا ماني ناني نميكو دينيوان انسيو فانكان داقا أنا اللي أفانو موريكم دوبار دوبادا ماني ناني نميكو دينيوان انسيو فانكان داقا يومي قلتي كاقراك ربي دي الحمد لله حمدا كثيرا بعد ربي وننو قلت قلتينو قالوا لتينا كددال كان في جهدنا نيولي تنباسي دي جولن توني جولام سكول سومتو امو جول سكول سومتو كانت سيانه سي امانت انا قران كي في حديثه في قصيده في توحيد اي سين امانت انا كان متامبرت سيانه نغدني كان وان حسين يولم تحفيده الله سي متان وين قبط قرسينه امو يول سكولا توقتي نسين دفتو يديكو وقتي لي فملي وقتي كان غدني سكول جرتو كاكنا مانتن وحفديده وبرد تنويو غمتو غدو سون قالو لي غلط غلطينا ربي غداني سني جازيننا بعد سني اجنده سدي قبا تقرواني سي غيورنا معلبدي انو يامي كما حفلة وانا نسيو بيجا جلال رافته وانا دي حفلة جرا حفلة انتو تشنمو يلابانا حفلة انتو تشنيني انام بيسي هركان قبنو حفلة بيسي سي هركان قبنو مانتانا والقافنة بيسي ننجرت يلابان انو وزازي يلابان ويت اكاسيت حفلة انتان ربين قدال نقول بيام اكنا قران نسيني وأنا سيارم جاكيت إنساني أمو أمرك ربي تين تاتي سلين الحمد لله رب العالمين سن لي قالتك ربي تي بعد سني وان جراني حفلان تنيني غنجو فايو حفلة جرا amalle besen tun gachange dani guyo onna sunama jiyo baye tare silama sadin be kwagana wazazini besed duksitane rafedani somillen kana tiyari hafla len tana wonikuni ulfo inul fati amma agenda tokaba agenda su rabbu warsunu to che rabbi ngudda umru sunu henne ba'da soma kasomi obaye kamukutano tofanuti kikao tefane mukutano tofanuti ka leini mpesa bitanuti leini sunini malin abdini kaini sim kibande zati ngarajistuti am leini sunini kanami kamu wandan dau jiat ado dibilam tate ado dibisati tate ado dibitok tate nami kamu wa ini dan dau jikamu ikebusuti نمي غاري جيراني كبا نمي غارو بوليان كبا لامبا سولين كانم يفاد دبر سينا بو ونكون صدقه ادو ديب لا مالتا ادو ديب باليتا كي بو فدا كاي نوتي اكو جا وقتي تون غاغيت نودو ما مانتان بيسي بيسي حفلا غورن ني مانتان مي وليدين ديبيني ويسيدي نوغيتي او كارو هانكات وان ديكو هانكاتي اكاسي انت حفلا قرا مچانغو اكاسي كاتشينوي تقرا ثاني ني ما لعبدي وانا انجدوني وزازي لستي وزازي كميدا سودي ما ناني غيان سونيو
wazazi kumkumedani ijolenta dibafshanta medani ijole dibafshanta ma namigari ilmanshanka ba namigari sadika ba afurka ba inni ojeta listi wazazi harkanka bu mataman qiyasani wazazi tan shanta medani isi shanta mir jirtu isi jirtiko nami bekin jir amoja wazazi listi tochane wazazi qiyas baratani wa yoyote ka madarasatana akana mirka ambeka ak qiyasan beka so qali tale wana jaduni kaini le listi wazazi kamida fatu mala il mano jaga di dufani yu walid ki kamaka gafatu ka qoruti buge ka olkeatu ti ojana mi gadu fe ka qoruti akas listi wazazi le kabaratani ti tani ni komati madrasa waqti jufa yu maqali tana miya waqti jufa qali tana miya ma dum sila wani dasa komati dasa قالوا في وزازي جدودين كا وانت فاي وزازي كومتي ولي في فتي وانت ولي بانجيت كا قالت لي واني دنتيني وزازي ركاب كومتي تيمه كومتي لي وزازي دبرسيت سليني وانا كمل مهم تانيني وزازيني اوجن اسيامن كا وني سيامني ديني ربي غدا نمي اوجا يامن kaga sablate gaddu futi mane nani woni nulalu malle woni itina nuya masuni mani wangari oje nuya mani guddo sabla ne danna amma fala dini tan oje nuya mani jollo jama aninki siya misin wazazi jete namia kasiyu nul fe fatu wa muyu sew do mi oje nuya mani le kanu agada wane fala itunya masu tiga sabla ne gaddu futi فدرسان تنتنيني اجوليني معلم عبد الدرات غدون وريرسيت كانوا ما بيسس الرغوردا سن ما بيسس الرغوردا اتيغيستا المان كان ونيسين براتين جفت ايي امو مال عبديني ربي غدان ميزان اقرقر درين نافتوني بعد سوني اجولين تينا ايي مال عبديت دوكسي ارما بان تحفيد اني بري مروبتي المال لفامر انتانقر نوجاب kabisa galbinu qabanoft tawanan qalole eduni ilman ke ngunu am ilman argu jirar mata amantan qasida hadith tawhid somte wana sew ilmanu amma atutwaya namdiko kofa wa barsisa wansila nufenu ijollen tunini taskula leni silen juma mboso juma pili tana mota tahfida egidiram sa ku dailama fi daqiqa wayi gadude amale wan sew sa ku daitu kofnus akan ke sabatse tulle sala taima do masato ktado masalam tade sila akmada dini sila diko sila wadaranif mane nani onjata lal te gar somali kana ijolle somali am ta kenna kana isa ju finga fadan wan ju finji do je tiktok kan fa youtube ke lal te akmale wabarat amma qalole le wana sew garum quran ke kan zaid direr ka ujirti sulen wa anakmala muhimati amatulle muhimuma ak duai ak haditha ak tawhida ak fiqi siladiko ilman kana leni mane nani yolof yolodiko war wa mantan itimani isin kabat nuyu mane nani wanga fi joluma qabanna amba wan kale be dumi tanaf qalo len jedu tana siladubiti agana nini amotai mito bedani دومين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولا مسكتي إندو واتونجيا كو أوريفو. اليوم نمام بيا حفلة مدرسة إندو يجاكوا سكوياو. إبوني أونجيا كو أوفوبي زايدي. كو أوفوبي زايدي مسكتي هي. إنها تو مسجد موسى. ولي أمباي ولي دونيت أرضي. نوانجينا ومنونوا. Ile mama amenunua ardhi ya kwanza ya Masjid Musa anaitwa Muniso Yusuf na ndugu ambaye amedonate ardhi yake anaitwa Mwalimu Ahmed Racho. Baada hapo msikiti ikaendelea pamoja na madrasa ya Masjid Musa, ikafika wakati ya kujenga sasa msikiti hii ambaye ilikuwa ni tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka 2002. Kutoka hapo ndio history ya hii msikiti kubwa inaanza, lakini history ya Masjid Musa inaanza kutoka ile msikiti ile ndogo.
Kwa hivyo ndugu wa Islam, kuna wale watu wengi wamejitolea, wametoa sadaka yao, Allah yatakabali na iwe katika mizani ya hasanati yao, na kila moja ambaye amedonate hata kama ni shilingi, Mungu ampatie janna, amjengee janna, katika janna nyumba. Lakini tutataja kwa ufupi watu ambaye walikuwa na mkono ndefu zaidi, ambaye walijitolea, wako wengi. Lakini tutataja tu watu wachache ambaye mmoja wao ni Haji Yusuf Abdi, ingine ni Abdullah Jis, ingine Yunis Hussein, ingine Hassan Gure, ingine ni Haji Adan Ali, ingine ni family Haji Ali Masikio, ingine ni Irfan Arbi Ismail, ingine ni Abdi Majid Muhammad Moti, Atif Garnatra, na Afdal Harun Haji Mahbub Linko Faruk Halimo, na kijana yake ambaye inaitwa Khilfan, na ni wengi zaidi. Hii ni kwa ufupi, na hatutasahau fadhila ya Halinga Mosque, ambaye kweli hata walijaribu sana wakatujengea, wakatuchangia. Lakini kuna hata Jamia Mosque Nairobi, hata kama ni kiwango kidogo, hata hao wamejitolea. Sasa ndugu wa Islam, na Sheikh Abdulrazak Buko ate kweli ametuweza kutafutia msaada hapo na pale. Ndugu, kama mnavyojua, misikiti hii ndio sahihi, ni misikiti kubwa ndani ya Isiolo kwa upande wa upana, kwa upande ya ukubwa kabisa, bila kuongeza varanda. Tukiongeza varanda, misikiti kubwa Jamia Mosque ndio itakuwa kubwa, ajili varanda yake ni kubwa, na sisi tutakuja kujenga hata varanda nyingine kule baadaye. Lakini kwa ukubwa ya misikiti yenyewe, hii ndio inashinda misikiti yote ndani ya Isiolo. Na tunaombea kamati ambayo wameshughulikia, Mungu awalipe hao mema, pamoja na muhsinin, wale ambao walijitolea kujenga misikiti hii. Na paka saa hii, hii misikiti imetumia milioni 12.93, na tunahitaji paka saa hii milioni 2.5, ambaye misikiti hii tungefungua officially, lakini tunahitaji hiyo milioni 2.5 tuweze kukamilisha kitu ambaye hakuna budi bila hiyo misikiti itakuwa ni kasoro. Mojawapo tutataja kwa ufupi: roofing, floor finishing, kwa ajili floor inataka kumaliziwa, hiyo ni 1560. Alafu kuna plumbing and pollution pale ya kutawadhia, 1565. Alafu hiyo inaingia paka choo ndani. Alafu top roofing inamaga maji, si nyumba misikiti yaingizi maji kutoka juu, lakini maji inamagika, inaingia chini ya misikiti na inasumbua hata jirani. Hiyo naye ni 1160. Kisha kuna water tank tunahitaji 1300. Kisha outer part finishing upande ya nje, hiyo ni 1330. Kisha kuna wall, perimeter wall ambayo tunahitaji 1800. Prayer mat ambayo upande ya kina mama, saa hii tutashia hii yetu pia, hata hiyo ni 1500. Toto ni milioni 2,489, ni kama kusema milioni 2.5. Ndio tunaomba wafadhili, saa hii tutasalia ajili ya Ramadhani. Wengi wa ndugu zetu walijitolea, na yule yote ambaye hii kilipi itafikia, kama unaweza kusaidia, usaidie upate ajira ya kukamilisha hii misikiti. Kama huna uwezo, chukua hiyo fadhil, adalu ala alkhairi kafailihi, na uelewe vile aya ya kwanza nimesoma, Mwenyezi Mungu amesifu wale ambao wanajenga misikiti, wale ambao wanaimarisha misikiti, kwa akasema nini? Hawa ni wale ambao wanaamini Mwenyezi Mungu na siku ya kiyama, hawa ndio wale wanasimamisha sala, hawa ndio wale wanatoa zaka, hawa ndio wale ambaye hawagopi isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akasema hawa watakuwa katika wale ambaye wanapata uongofu. Sasa ndugu wa Islam,
kwa ufupi tunasema kiazio, inshallah tumeandika maombi kwa gavana yetu na hii clip tutatuma kwake pia, hata alikuwa angekuja afungue, na akifungua hiyo kitu tunajua gavana yetu angedonate, lakini vile saa yako nje tutatumia pia ndio aweze kutusaidia kiazi, atuchangie kiazi ambaye anaweza. Sasa kwa hivyo, na yoyote ambaye atafikisha hii clip, fikisha kwa wenzako ndio uweze kuzunguka, ndio misikiti tuweze kumaliziwa ile jambo imebaki. Ya misikiti ni kiazi hiyo kwa ufupi, tukuje kwa hafla yetu sahi ambayo tuko ndani. Hafla hii kwanza ya misikiti, wacha niongeze point moja ya misikiti. Donation ya kwanza ambayo tumepata, ambayo walidonate kwa hii misikiti, ambayo walichanga mchango ya kwanza ni kina mama. Ni kina mama. Mungu awapatie ujura yao. Sasa kwa hivyo, hata kwa upande ya madrasa, wamama wako na role kubwa zaidi wanacheza. Kama tunavyojua, kati ya baba na mama. Wa baba msiniangalie nikisema mama ndio bora kuliko nyinyi. Nikao mimi ni mmoja wao. Na si mimi ndio nimefanya. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja fadhili ya mama mara tatu, ya baba alitaja mara moja. Sasa kwa hivyo si tunapenda waume zaidi, lakini hao wa mama wetu ndio wako na role kubwa katika jamii yetu, wanacheza. Sasa kwa hivyo tutataja, tuna kwanza ya kwanza ni siha yangu ya kwanza, natajia watoto wetu. Mungu awabariki nyinyi na Qur'ani. Mungu afanye watoto, Mungu afanye nyinyi hamalatul Qur'an, wale wanabeba Qur'ani hii kwa mgongo, kwa kifua yao. Siku ya kiyama utafanyia shafa'a watu wako, familia yako utafanyia shafa'a siku ya kiyama, wakati kila mmoja anasema nitakimbia wapi. Kwa hivyo hiyo ni faida moja ya Qur'an. Ajri ya Qur'an ni kubwa zaidi kwa kusoma ama kufundisha. Harfi moja tu ukisoma ajiri yake ni ngapi? Harfi. Hatujasema kalima, hatujasema aya. Kwa hivyo ajiri ni kubwa zaidi. Mwenyezi Mungu alisema kwa kusifu hiyo, innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Hii ni biashara pamoja na Mwenyezi Mungu. Wazazi wa mama, kufundisha watoto Qur'an ni biashara pamoja na Mwenyezi Mungu, biashara ambaye hayasariki. Mwenyezi Mungu anasema tijaratan lan tabur. Sasa kwa hivyo Qur'ani hii ni shafa, inakuwa dawa ya nafsi, dawa ya roh, na ni kamba kati yetu na Mwenyezi Mungu. Tukuje kwa upande ya watoto tena. Unataka kuhifadhi Qur'an, weka akili yako juu ya Qur'an. Usiangalie simu ya baba na mama, usitumie TikTok, usiangalie mbele ya TV, usikae mbele ya TV muda mrefu. Wakati unaenda shule, chukua masahafi yako, weka ndani ya bagi yako. Wakati ambayo kuna nafasi huko, soma hiyo Qur'an. Sikama mnanipata watoto? Hiyo ni nasiha yangu kwa watoto, na uombe Mwenyezi Mungu aturahisi au rahisishe nyinyi kuhifadhi Qur'an. Na upande wa watoto na wazazi, tuheshimu walimu ambaye wanatufundisha. Tufundisha hao maalimu. Kweli mara nyingine maalimu anaweza kuwa anataka uhifadhi Qur'an na kupiga na kupiga pale mbaya. Mimi mmoja katika wazazi ambaye alikuwa ana complain sana. Lakini mara nyingine najizuia tu. Unajua mzazi anasikia uchungu zaidi. Lakini wengine wanapita mipaka. Hao maalimu pia ni binadamu. Wanataka watoto wajue kitu. Tuheshimu maalimu yetu. Ikikuja pali, yani kati yako na mwalimu maneno kikuja, jaribu kujizuia hata ukikuwa kali zaidi. Kwa hivyo, kwa kumalizia, na kuja kwa wamama, muko na role kubwa. Mwalimu ya kwanza ni mama. Katika kila nyumba, naye anafundisha mtoto lugha, sema baba, sema mama, sema bismillah. Nani? Ni mama. Mwalimu ya kwanza
kwa kila nyumba ni kina mama. Hiyo ni bahati kubwa, sharafu kubwa Mungu amewapea. Na alafu kuna role kubwa kushughulikia watoto kuliko baba. Baba anatafuta nje. Lakini fikiria ewe baba, wakati mama amekaa nyumbani anakuongojea, leo yote anashughulika na watoto yako, sisi tungemwambia ingia jikoni ama osha nguo ya mtoto, ama mtoto amejiharia ibu osha, wallahi ni kazi ngumu. Kwa hivyo wa mama, tunavulia kofia yetu, tunasema heshima kubwa mko nao. Mnacheza role kubwa katika nyumba, na kama sio nyinyi, sisi wanaume tungekuwa katika hali nyingine ngumu zaidi. Wamama ndio wanasaidia wakati watoto natoka shule katika exercise kujifundisha mambo ya nyumbani. Wamama wajibu ya shule ama ya madrasa, wamama ndio wanasaidia. Alafu yule ambaye analea tabia zaidi ni mama, sio baba, ni mama. Na yule ambaye anapea watoto moyo zaidi ni wamama, sio wa baba. Sawa, kwa hivyo nasiha yangu kwa nafsi yangu na wazee ambao wako hapa na wale ambao watasikiliza hii clip, jameni, tuende nyuma ya mama yetu. Si kusema unawacha roli yako, la, mama kidogo ikuja kati yako na mama maneno, jaribu kuenda chini, jaribu kuenda chini. Hata mama ni kiumbe ile, na anafanya kazi kubwa tangu asubuhi mpaka jioni unakuja, fikiria pamoja na hivyo, ile kama mama akikuwa mjamzito ile shida anapitia kubwa sana, na baada hapo tena kulelea ni shida nyingine kubwa zaidi. Sasa kwa hivyo nasiha yangu kwa mama na kwa baba, tufanye hao watoto wapende hii Qur'ani zaidi, tueleze faida ya Qur'an kwa watoto wetu. Hiyo ndio namalizia, nasema Mungu awabariki. Vile mama alikuwa anasema, bado tuko na role, tuko na jukumu mingi, misikiti bado iko na vitu mingi na tuongoja. Pengine siku yenu baada ikifunguliwa hii kiisha, ingine itakuja. Aku kazi ya misikiti haitaisha. Jenga kitu fulani, fanya kitu fulani, fanya vitu fulani nyingi. Tutakuja kuhitaji hata kabro kuwekea area yote. Sasa kwa hivyo inshallah tutaeleza hata governor, hata MC hapa, tutakuja kufikisha area hii. Tuko kwa giza. Hii misikiti haina njia. Haina njia ya kupita wakati ya mvua. Watu upandia hawana kweli, hawana njia. Tunahitaji hata clip ifike kwa MC ya area. Ili tuweze kupata njia, tuweze kuassess hii misikiti, tukuje kwa khidma ya misikiti. Alafu kitu kingine ambacho tutaomba governor inshallah tuweze kutafutilia, atafutie sisi hii clip ikifikia, itamfikia. Itamfikia. Tunasema tunataka hata kama ni mulika mwizi, tochu moja kusimama hapa area hii, waweze kupata sitima usiku wakikuja kwa tarawih, ama usiku kwa salatul fajr wakikuja, wakikuja isha ndio waweze kuhudumia. Kwa ajili hii misikiti haina security light area hii. Wale ambao walipanga pengine kwa sababu ABC sitaweza kutaja hapa, ndio pengine hawajapata, walinyimwa area zingine yote ikapata. Sawa, kwa hivyo inshallah hata kama binadamu amewasahau, elewa hamutasahuliwa na Mwenyezi Mungu, na kigavana yenu inshallah atakuja kushukilikia. Wajazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhin كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم ملتقى شبل لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم في العلا والمجد كونوا شامة واحفظوا دينا وأوطان الشيم في محياكم براءة السنين حبكم في كل قلب كالهرم وطن الخير حبيب فانهضوا واحفظوا أمجاده بين الأمم كل شبر في ثراه آمل وحضارات وماضي يحترم لك يا شبل سلام عاطر وسطور خطها نبض القلم ولك البسمات من بصماتنا في عطاء الروح حبا